أبطال حكايتنا. اتجوزت ولد من الصعيد من وراء أهلها وهربت معاه على مصر. بعد شوية احنا في الشارع. ليه؟ انت بقيتي مرض رسمي يعني حلالي، وبعدين احنا صحيح ما عملناش فرح بس معلش هنتصور كمان اهو زي العرسان على الكوبري. وعشان يبني لها قصر عالي اضطر الجدع يسافر دولة عربية، ولما عرف ان بانسيون شيشة للستات بس سابها في شهور حملها الأولى، لكن أخوها ما سابهاش، فضل يدور عليها هو ورجالته. دي بقى سمسم، بنت فقيرة ويتيمة جت من الأرياف على مصر واشتغلت في مكتب ترجمة، وهتتجوز وبتحضر كمان لفرحها واللي جابتها البنسيون ولاء، وهي كمان اللي شغلتها معاه. ولاء دي بقى البنت المصرية الشامية الجدعة، فاتها قطر الجواز لكن لسه بتحلم براجل، راجل يحبها. أما دي بقى حكايتها حكاية، دي بيرو كومبارس وبتموت في السينما، وعشان نفسها تبقى نجمة ركبت كل صورها مع كل نجوم الفن وبتدور على أي حد يديها فرصة. بيرو وبعدك ده النهاردة مخصوص عشان أديلك طول عمرك. طيب فين السيناريو؟ هديهولك. بس انا بصراحه قلقانه شويه من الوضع اللي احنا فيه ده. ليه بقى؟ لان لو حد دخل علينا من بره هيقول ايه؟ هيقول استاذ بيريع شويه. سيبك من كلام الناس يا بيرو، بقى طريق النجوميه معروف يا ماما. طيب ما تديني السيناريو بقى. تعرف انا هخليكي تعملي دور مين؟ ايه؟ دور مرات البطل. مفيش حد عمل الدور ده الا وبقى نجم. ربنا يخليك، ربنا يخليك، متشكره قوي 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 بقى. بيرو لا بص انا هروح بقى اقرا واذاكر وكده وارجع لك بقى نتكلم. طب استني هنتكلم. طب كلمتين. لا اذاكر بس، اذاكر بس يا استاذ اذاكر. يا بنت الايه معلش، كلهم بيعملوا كده في الاول وبيجوا. كوكي دي اكتر واحده شافت الويل في حياتها، سابت بيت اهلها من كتر الفقر والجهل واشتغلت في حمام مغربي. Oh.
كل الرجالة الورق دول، فين زمن الرجالة الحقيقيين؟ الله يرحم الرجالة الجدعان. دي بقى أخت أمي الصغيرة، خالتي صفية، كانت راقصة مشهورة قوي والكل كان بيحلف براسها. حبت زمان راجل وحبها وعاشت معاه أيام حلوة، علشان كده لما مات بطلت رقص وقلبت شقتها بانسيون حريمي وسمته بانسيون شيشة. ألو، صباح الخير. والنبي يا حبيبتي تناديلي مثلين من التوار. قولي لها صافي. وأنا بقى ليل، كنت بنت بسيطة جدا وحياتي كمان كانت بسيطة جدا. ابتسامتي عمرها ما فرقتني، ممرضة في العصر العيني، عارفة أني جميلة وإن الرجالة كلها معجبة بيا، لكن أنا كنت بدور على حاجة تانية، كنت بدور على الحب. ألو، أهي صفية. كده برضو يا ليل؟ أربعة أيام ما تسأليش عليا. تعالي بس وأنا هعمل لك طاجن ورق عنب بالكوارع تاكلي صوابعك ورا. يا لهوي يا صفية، الأكل تقيل قوي ده. ماشي، طب أقولك إيه؟ أنا نفسي في حاجة كده، ممكن تعملها لي؟ ممبار وطحان، ما هي خربانة خربانة. يا ليل، ورق الإفراج بتاعك وصل، مبروك. والنبي صحيح، والنبي صحيح، مبروك. الحمد لله، الحمد لله. مبروك يا ليلى، مبروك يا حبيبتي. الفرج الحمد لله، شكرا. مبروك يا ليلى، ألف مبروك. مش قلت لك الفرج جاي؟ هو مين اللي خد إفراج؟ دي البنت ليل بتاعت عنبر المخدرات، والله العظيم فرحت لها قوي. والله العظيم تلاتة دي غلبانة وتستاهل كل خير. Thank you.
مش معقوله ولا كل ما تجيلي تربطيني الرابطه السودا دي يا ولاد. اعمل ايه؟ مش ضمناك لما نبقى نتجوز ابقى اعمل اللي انت عايزه. قول لي بقى ايه حكايتك مع الست اسماء؟ اسماء مين وبتعمل ايه؟ البت من ساعه ما انت جبتها البنسون وهي عينها عليا. الموضوع الاول كان على المداري، بعد كده بقى كله على المكشوف. ولا يا بت عيب يا بت، انا بحب ولا يا بت، يا بت ولاد صاحبتك هي اللي معاكي معاها في نفس الاوضه كمان جوه البنسيون، ولا كان اقول لها حاجه. وبعدين يعني انا في الاول والاخر انا راجل يعني وبضعف، خصوصا لو موزه يعني. اوعي يكون كلامي ده بيسخنك عليها ولا حاجه لا سمح الله. هي خلاص اسبوعين وهتتجوز ودخول بقى وتسيبني. وانت متضايق كده ليه؟ ماسكه عليك حاجه؟ لا بقى، لو على المسكن انا اللي ماسك، بس انا بقول يعني بلاش نسيح البت، ما كده كده هتغور في داهيه. بت 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 ولا بت بت، يخرب بيتك انا مربوط. مرسي قوي يا ولاء، بجد اللي انت عملتيه معايا ما عملهوش اخوات مع بعض. مش للدرجه دي يعني، سي نورمال على فكره. سي نورمال؟ لا طبعا مش عادي خالص يا بنت، انت طلعتي جدعه قوي قوي قوي. وعلى فكره انا حكيت لعمر على كل حاجه انت عملتيها معايا. ما كانش لازم يعرف كل حاجه عنك، خليكي كبيره في نظره. لا 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 لا، انا احب بصراحه كده من اولها احكي له على كل حاجه وهو بقى يختار يا عاجبه يا مش عاجبه. اوكي استني بس. انا جبت لك الهديه الصغيره دي. انا مش هاخد حاجه شاريها لك خطيبك. خطيبي ايه يا عبيطه، انا جايبها لك بفلوسي، جايبها لاكتر اختي ليا في الدنيا. بس بقى يا رب تعجبك. سمسم ايه رايك في علاء؟ رايي في علاء في ايه يعني؟ عايزه رايك فيه من غير ما تتكسفي ولا تداري. عايزه راي اختي في الراجل اللي انا بحبه. خالد كان لسه دكتور امتياز، عجبني. مش عايزة أعرف رأيك فيا كممرضة، رأيك فيا كست. أنت ست في الدنيا؟ بجد والله اللي أنت عملتيه معايا ده ما يتنسيش أبدا، ده بين في رقبتي طول العمر.
انا من غير الكليل ما كنتش تعلمت حاجه. ممكن اسالك سؤال؟ اسالي. عندك استعداد ترتبط بيا؟ اتجوزنا وعشنا احلى سنين مع بعض وخلفنا مريم وخلصت الايام الحلوه. طلعت من السجن بعد طول صبر، وكانت مريم وحشاني موت، هي وخالد. نفسك اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجه. وفاء مدام ليل رجعت. اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجه. ادخلي خشي بيتك. اتفضلي. دكتور خالد لما مش مسابش اي اثر وراه، باع كل حاجه، كان كل همه ياخد مريم ويروح حته محدش يعرفهم فيها. انت ما تعرفيش حصل لهم ايه بسبب القضية بتاعتك. ما تاكلي بالراحه مسروقه على ايه؟ استنى انا اللي هفتح. ايا كان مين على البال هنسل الشبشب بتاعي على دماغه. يا حبيبتي يا حبيبتي وحشتيني وحشتيني قوي يا ليل، وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتيني قوي يا صفيه. يا قلبي صفيه تعالي مش تعالي كده برضو كده برضو يا ليل. تقول عليكي صفيه السبيه كنت دي كلها 7 سنين يا حبيبتي محرومه مني. 7 سنين سايباني مقطوعة من شجر، محدش بيسأل عليا ولا بيعن عليا. لميت حواليا شوية الغجر دول، قلت يعوضوني غيابك هجيب لك تاجي. أنا عايز أرتاح. بس واضح ان صفية بتحب ليل قوي على فكرة. حب خالص من غير بقى ولا شهوة ولا قرف. شكلك متعقدة قوي من الرجال. اكرهه. ايوه بكره الرجالة. الراجل بيتعامل مع الست على انها محل بقالة، ياخد اللي هو عايزه من عرف، بضاعة ومعاه تمنها. ايه ده؟ تاني يا عبير؟ رايحة فين؟ همشي يا عصام. اغزي الشيطان.
وارجعي بيتك اولى بيكي. البيت ده عمره ما كان بيتي. اخر حاجه حلوه بينا خلصت من زمان، ما بقاش فاضل مني غير خدامه. سبت اهلي ومشيت ورا كلامك. اخليكي نجمه، هكتب لك مخصوص، جوازنا هيحميكي من الوسط. كانت النتيجه ايه؟ جري جري الكاتب طول النهار يتكلم عن حريه المراه، لكن في بيته مع مراته شايف ان الست ملهاش غير بيتها وبس. هتلفي وترجعي، حتى لو هزف التراب مش هرجع لك تاني. هتزفي التراب وهترجعي لي. اروح لهم عشان اشوف البيت، الواد يسيب شغله ويلزق لنا زي ما يكون هخطفها ولا هعمل فيها حاجه. انا لولا البيت كانت بتبقى وحشاني ما كنتش اروح لهم ابدا عشان معاملته الوسخه دي. انا كمان بقيت مستغربه قوي في الفتره الاخيره. تخيل يا صفيه، سنة بحالها ما يحاولش يجي يزورني، وفي الاخر اخرج الاقيه خد البيت اللي حيلتي وطفش. تفتكر راحوا فين؟ ما يمكن شايف ان دي مصلحتها. يا ترى راحوا فين؟ انا ممكن يجرالي حاجه يا صفيه لو ما عرفتش مكانهم. بعد الشر عليك، ان شاء الله هو. وبعدين برضو ما انت غلطان، رحتي كتبتي له اللي وراكي واللي قدامك. شاق عمرك يا خايبه. كنت عايزه نعمل ايه؟ كنت بحبه، بعت اللي ورايا واللي قدامي كله عشان خاطره. حتة الأرض اللي كانت حيلتي، مع الفلوس اللي استلفتها منك، كنت عايزة أحقق له حلمه، أعمل له مستشفى صغيرة عشان يبقى دكتور كبير. صدقي الواد ده أنا عمري ما ارتحت له، ما دخلش قلبي خالص، ما أعرفش ليه، حاساه كده عيل سيس. أنا مش عارفة يا أختي أنت حبيتي فيه إيه، وما استغربش أبدا لو خد البت وخلع بيها. أنا كل الكلام ده ما يهمنيش يا صفية، أنا اللي يهمني بس بنتي مريم. أنا صبرت سنين كتير، خلاص بقى الصبر نفس مني، بس هيروح مني فين؟ إن شاء الله حتى أفتح المندل، المهم ألاقي بنتي. عايزة بنتي يا صفية، عايزة بنتي يا صفية. يا حبيبتي كفاية بقى قطعتي قلبي. اتفضلي اتفضلي. شكرا كتر خيركم. اوصلة يا بنات. على فكرة فرح سمسم قرب، واحنا كنا وعدنا ان احنا هنرقص لها ونغني لها. اعمل ايه بقى؟ حظي وحش، المدام شكلها تعبان. ما تجي تتفرجي، دول بيرقصوا رقص كيف الرقصات. على فكرة احنا سمعنا انك بتعرفي ترقصي احلى كمان من صفية. لا مفيش احلى من صفية عمران. انا طبعا مفيش زي، بس ليل بقى بنت اختي تربيتي واحسن مني كمان. لا تقولوا صفية عمران ولا صفية زغلول. مات يلا يا جماعه الاغى الدانس. او النبي بليز ده فرح عشان خاطري، عشان خاطري. يلا بقى وريني رقصي. هغير وهطلع وراكوا. حاضر. شو؟ طب تعالي انت. طب سيبوها تغير. طب تعالي انت. يا حبيبتي اهلا وسهلا. طب ما تشيلي دي بتاعي بسرعه. شغلي الشريط اللي انت بتاعي اللي جوه ده.
الله! ايه في ايه؟ ايه ده؟ شكلكوا حكومة خير، أؤمرني. شفتك فين قبل كده؟ معاك الطابت؟ بتاعت ايه اللي انت بتسأل عنها؟ هو انت جايبني من على المواسير مثلا؟ اتكلمي عادي لبيت الأحباسك. خفت انا. انت قلت الادب وليلتك صودة معايا النهارده. في ايه؟ في ايه يا امين محمود؟ بتتخانقوا مع الفنانه ليه؟ في حد برضه يتخانق مع بتوع السيما؟ مين صاحبه الزفت البنسيون ده؟ انا يا باشا صاحبه الزفت البنسيون. جهزي لي دفتر النزلاء وبطايقهم، واخد 6 اشهر انا هرجعهم بنفسي، وبلغي الهوانم والمدمزلات اللي عندك ان انا افتش وقت ما احب. على دماغنا يا باشا، بس ده مكان محترم مش غرزة، يعني الدخلة فيه تبقى بالهداوة. يلا رجالة بالسلام. لكن قرف شكلك الصبح. الغربال الجديد، اصحاب المحلات كلهم بيشتكوا منه، اما نشوف اخرتها. المهم روحي جهزي روحك انت عشان تروحي مع ليل. عايزة يا ست تروح نقابة الاطباء تجيب عنوان دكتور صاحب جوزها، اما نشوف هنعمل معاه ايه. وانا هقعد مع امان واستنى المخفي لحد اما يجي قال ايه يراجع الدفاتر. لازم انزل اصرف حواله بعتها لاحمد. معلش. المهم خدي بالك من روحك ومن اللي ببطنك. ده هي عكنن مزاجك زي ما عكننت مزاجي. هي البنت اللي جوه دي اتأخرت كده ليه؟ جايز عنده كشف. الحمد لله اني افتكرته. هو اقرب واحد لخالد، اكيد يعرف كل حاجه عنه. حضرتك ما تجيش هنا تاني. طبعا لو قلت لك اديني نمرته مش هترضي. اسفه ما عنديش تعليمات ادي رقم الدكتور لحد. انا مش عايزه منه حاجه، انا عايزه اعرف طريق بنتي مريم. دي نمرتي، خليه يكلمني من فضلك، وقولي له كمان يتعدل كده وبلاش شغل الخيالات ده. كنت بتبرع من المستشفى عندي بأدوية لدار مسنين جنبية اللي عندهم شيخوخة. يوميها كنت رايحة للأغذاخانة اللي جوه المستشفى عشان أخد الحاجة وأروح بيها. لقيت الدكتورة فاطمة خارجة بتجري ومتاخدة. ساعتها معرفتش ليه. معلش انا اسفه، بابا تعبان، الصندوق ده جوه عندك على الشنطة بعدين. مين سيادتك؟ مصطفى درويش مع أم بحث الاسم.
هو في حاجة؟ افتح الشنطة بعد إذنك. أيوة في حاجة يعني؟ الشنطة يا مدام. اتفضل. إيه الكرتونة دي؟ أدوية. يعني بتاعتك. أيوة بتاعتي. جدول قلب مش دي اللي بتروح للمستشفى ب 2 جنيه وبعد كده لصاحب المزاج ب 200 جنيه تجاره ولا تجاره البودره؟ بودره ايه؟ الكرتونه دي المفروض يبقى فيها ادويه ضغط وسكر بوديهم لدار مستنيين جنبينا هنا. لو مش مصدقني اسال الدكتوره فاطمه. فاطمه والمفروض في الاسم بقى الكلام ده. هات يا ابني اهو الحرز على الاسم. يلا اتجار في مواد مخدره وادويه مدعومه. خالد جاب لي محاميين كبار بس كنت خلاص لبست التهمة. أنا كنت مديرة المستشفى. أدوية الجدول دي كانت في عقدتي. لبست 10 سنين سجن وخرجت بدري لحسن السر والسلوك. بتمنى من ربنا ألاقي بنتي وأشوفها. إن شاء الله تلاقيها. إن شاء الله تلاقيها وتفرحي بيها. تعالي نعدي. ألو؟ ثانية واحدة. بقولك ايه؟ وحيدة كل ساعة ان انا جايله حالا وودي الموبايل ده لمنى شلبي عشان عمال يرن من الصبح. الو ايوه يا استاذ فوزي. اهلا اهلا وحشني والله. فينك يا استاذ؟ تصوير؟ طبعا انا جاهزة. حضرتك عارفني يعني بيسموني عبير دليفري كده. ماشي يا استاذ ان شاء الله. ماشي يا استاذ مع السلامة. وشك حلو عليا. جالي شغل. وبعدين ايه بقى؟ محتاجين نشتري بقى هدوم كتير قوي عشان ما عنديش حاجه خالص اشتريها. فبقى تعالي معايا. والله فكرتيني، انا كمان محتاجه اشتري هدوم كتير. طيب تعالي نروح المحل ده. انا جايب لك زبون ما بيجيش غير مره واحده بس في العمر. زبون بيحب يكون اول واحد في حياه اي بنت. هجيب لك منه 5000 دولار ويمكن اكتر. مش اول مره برضه ولا؟ ثانية واحدة بس عايز اوريكي صورة حلوة كده. الله نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود. الله يخرب بيتك انت ما عندكش دم. حرام عليك انا يوميها زقتك وهتجريلي. انا عارف ومصدقك بس الصورة ما بتكذبش. انا ما حصلش بيني وبينك اي حاجة. حرام عليك. هو ده اللي مزعلني ما بيحصلش بيني وبينك اي حاجة. اسمعي الكلام والنعمة هتنبسطي. انا عايز افهم انت هتستفيد ايه لما تفضحني؟ مفيش فضايح ولا عيب. فضايح ايه ربنا ما يجيب فضيحة. كل ما هنالك يعني طول ما انت فاضيه بعت عليا انا قاعد لوحدي. لكن لو ما عملتيش كده هتبقى هي دي الفضيحه. هبعت الصوره لخطيبك وما تسالنيش اعرفه ازاي ان اسمه زي الطبل في الزقازيق. تعالي نقعد شويه. تعالي قذر وقليل ادب. سافر بيت. خدي طبعا مجنونه. خدي اما اقول لك. استني خدينا معاكي. استنوني. مالك يا بنتي بتتنطي كده ليه؟ ابدا مفيش حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ ده انتي بتتنطي ولا من الكهرباء؟ تعبانه حمل تعبني. هو الواد الرمه اللي تحت ده ضايقك في حاجه؟ سيبك منه دوات زبالة. الدنيا كلها بقت زبالة.
أنا بس صحيت تعبانة شوية وعندي مغص كده، قلت أشرب حاجة سخنة أخد دواء وأرتاح شوية. أغرف لك؟ اغرفي حبيبتي. وإحنا مش هنستنى ولاء؟ لا بقول لكم إيه، أنت هتستنوها ولا إيه؟ ولاء ملهاش أي مواعيد، لو هتستنوها هتصوموا. أنت بتاكليش ليه يا كوكي؟ بدري. انا عايز افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زياره عائليه. عائليه؟ أنا آسفة يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليل، أنا ما أعرفش خالد فين. أنت ما فهمتش. شبشبة وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قلة أدب ومفيش أكتر منها. هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر أكتر من اللي خسرته. آه ده غير الفضايح بقى والجرس، فضيحتك هتبقى بجلاجل قد كده، والناس هتبطل تجيلك العياده هتشطب. طب ليه كده ليه؟ مشكلة بينك وبين خالد، أنا إيه ذنبي؟ عايزة بنتي يا خيري. وصلني يا خالد. أنا عارفة إن أنا عملت له فضايح ومشاكل كتير. بس ما توصلش إن هو يمنعني عن بنتي. أنا بترجاك دلوقتي يا خيري. أقسم بالله العظيم. وحياة حبستي في السجن ظلم، لو راست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد اذنك؟ اديني فرصة وانا هبقى اكلمك. انا استنيت كتير، خلاص وصلت لاخري. حسن تليفونك. ما تتأخرش. لم لي الناس دي، انا مش عايز دوشه وعايزين ننجز عشان النهار بيقع. تمام. يلا يا بيه اتفضل. الصوت يا بيرو. قلت لي اجي ليه طالما مفيش تصوير؟ يا حبيبه قلبي، هو في تصوير من غير اتفاق؟ انت المره اللي فاتت خدتي الورق وجريتي، حتى ما اتكلمناش في الدور. دور ايه؟ دور ايه؟ حرام عليك ما تقولش دور، ده كف صاد كومبارس صاد. قعدت تقول لي مرات البطل ودور عمرك وفرصه حياتك. انصبوا لنا الكريم بره يا جماعه بسرعه. شوف يا حبيبي، ده اللي كنا هنتفق عليه. نزود لك شويه كلام، شطات مع البطل،
وانا لو ما عملتش ده بنفسي هيفضل الدور هو كومبارس صامت زي ما هو في الورق بالظبط. طيب هو انت تقدر تعمل ده بنفسك؟ مش ده شغل المخرج والكاتب؟ المخرج يا جماعه الفيديو اسست يطلع للمخرج بسرعه. روحي يا حبيبتي للاستاذ المخرج خليه يغير لك كل حاجه انت عاوزاها في الورق، بس اوعي تنسي ان انا المنفذ ولازم احط لمستي، يعني هتلفي تلفي وترجعي. البوفيه بقى عشان ريقي نشف. اهل الفن واخر الليل. سيمة حلوه واللي فيها احلى. هي دي رجوله صح. تصدق بيه؟ انا كنت فاكراك بني ادم. انت بتكلميني انا يا بت؟ ليه؟ هو انت بني ادم؟ لا موتوسيكل يا اخويا. يا ريت، ده حتى الموتوسيكل بيسخن اكتر منك. بلانيله. شفت البيت صليت العالم بتكلمني ازاي؟ انا لو عايز اخرجها اخرجه من النهارده قبل بكره، بس القانون بقى قانون لا يعرف السكان ولا اخلاق السكان. على فكره بنات الرقاصه دول كلهم نسوان شمال، طول ما هم في السنة ربنا مش هيبارك لنا ابدا. احلى كلام قلته حاج عبد العزيز، هو ده الكلام. نعمل ايه يا علوه؟ الرقاصه لازم ترحل يا معلم. مالك اتخضتي كده ليه؟ لا ما اتخضتش ولا حاجه. اتخض ليه؟ عادي. مش هتطلعي ولا ايه؟ لا مش هطلع، انا طالعه السجن. في ايه يا باشا؟ في ايه؟ مالك قفشه كده ليه؟ مش قفشه ولا حاجه، بالصراحه يعني راجعه مش شايفه قدامي وانت شكلك رايق صراحه. راجعه مش شايفه قدامك منين كده؟ لا يا باشا لغايه هنا وستوب بقى، الحكومه مالهاش تسال رايحين فين وجايين منين؟ ولا انتوا فاضيين يعني فوتوا تتسلوا؟ الحكومه ما تسالش. لمي روحك ولا غادي كفايشك ولا عشان اتبسطت معاكي حد اتجرأي عليا. ايدك ساقعه يا كوكي، حرام عليك. يخص عليك يا بنت بالراحه يا اخي. بيت البديل والله العظيم غيري. لا يلا البرنس ده هعمل مساج عليه ازاي؟ لا لا انت مجنونه. هو كده حلو قوي؟ ما تعرجيش بقى. انا مش فاهمه انت هتتجوزي ازاي منكوسه وانت كده. انا عمري ما حد لبس جسمي. ما بلاش السهواكة. ايه مفيش راجل لمسك؟ انت مجنونة. لا طبعا، ده هي مرة وحيدة عمرو جه يحاول يبوس ايدي كنت هقع فيها. قعد يضحك عليا. اصلها عروسة بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوزد. رايحة فين؟ جاية والمساج؟ انا بقى اللي حق. لا لا ما تخرجيش. لا لا لا، اصلها عروسة بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوز، مش زي العرايس اليوز. ايه مفيش عفة؟ بتشوحي يا بنت؟ بتشوحي لمين؟ انا مش بنت. اوعي يا رد السجون. طب وحدامك لو وريك رد السجون دي هتعمل فيك ايه؟ نطلع على اي مكان في بحر وننزل بهدومنا. يا اختي نفسي اخلص من الهموم اللي جوايا واغسلها. نفسي اغرق يا صفيه، اغرق. وانتي يا بيرو هتروحي للمخرج بتاعك يغرقك انتي التانيه؟ هروح مشوار وبعدها هاخد دور يقدمني. مشوار ويعدي، لكن الدور ورا دور تاني ودور تالت ودور رابع. هي عمارة وبتطلع، صدقيني بعدها لا في دور تاني ولا دور تالت. ايوه يا بيتي يا بيرو تكوني بتضحكي عليا وما انتش غاوية تمثيل، تكوني غاوية مشاوير. مشاوير ايه بس يا صفاء اللي انا غاويها؟ انا ما شفتش بالرجالة حاجة عدلة، ما بيشوفوش مني غير جسم ست وبس. اولع في نفسي يعني عشان يرتاحوا؟ بعد الشر عليكي حبيبتي ان شاء الله امك. ما الست مننا
لو ما حستش مع الراجل بالأمان يبقى مالوش لازمة في حياتها. أنا بقى غيركم كلكم، أنا اخترت راجلي بإيدي، علمته كل حاجة على إيدي، عشان كده ما كناش بنبعد عن بعض لحظة واحدة. تحب الراجل يحبك، بس وانت بتحبيه ما تنسيش ان هو عيل، كتر الدلع بيبوظه. بس احنا بقى اتخلقنا علشان ندلع الرجال، والرجاله اتدلعنا. يا واد يا واد. وفي اللي ما دلعتوش امه بس ردعته المرجله كلتها. راجل يفدي الست بدمه بس يطلب دمها لو عصته. يعني ايه راجل؟ انا عمري في حياتي ما قابلت راجل. تالي زمن الرجالة ده انتهى خلاص. أنا بقى قابلته، كان أحسن راجل، حبني زي ما أنا، رقاصة، راجل حلو وجدع وحنين، وفي لحظة راح وما لقيتش راجل يملى مكانه ولا يرضى بيا زي ما أنا. واضح إنه كان راجل عظيم، بس الرجالة دي خلصت خلاص. وضعت الرجاله بقى وسيرتها بقى البنت فرحها بعد يومين، وانتوا قاعدين تتكلموا على الرجاله. فرح ايه بقى؟ انتوا خليتوا فيها فرح؟ ده انتوا كرهتوني في الجواز. هو انت فرحت بعد يومين؟ اه. امال ايه اللي بعد 10 ايام؟ ده كاتب الكتاب في الازهر، بعد منها هيسافروا يقضوا شهر العسل، انما الليله الكبيره بقى في الشبك بعد يومين. ما تزغرطوا لي بقى كده وافرحوا لي. العروسة بتقول للعريس ايه؟ اتدلع يا عريس يا دولا السنايلون، اتدلع يا عريس وعروستك نايلون، اتدلع يا عريس يا دولا السنايلون، اتدلع يا عريس وعروستك نايلون. عند بيت ام فاروق هاي هاي، والشجرة اخترحت برقوق هاي هاي، احنا عريسنا برنسي وزق ولسه نايلون. اتدلع يا عريس يا دولا السنايلون،
نزليني يا خالد. تعالي حبيبتي، تعالي. شكرا يا ريس. تعالي يا حبيبتي. عروسة عروسة يعني. شكرا تعبانه طول الطريق. طب معلش يا لهوي الحقيني الحقيني في ايه؟ مالك حصل ايه؟ طب ما نجري بيها على المستشفى يا بنات. اسكت مش هنلحق، الميه نازله، حنولدها فوق. يا لهوي. يلا يا امين. طب اصبري شويه، امسكي نفسك. يلا حبيبتي يلا. سمالة سمالة سمالة. والنبي دي أشيلها شوي. الأمراض زادوا واحدة يا ناس يا قراسي. حد ياخد التليفون ويبشر أبو العروس، قولوا له جات لك أمرايا يا قراسي يا ناس. في حاجة حصلت لازم أنا أقولها لك. مذكور أخوي عارف طريقي. كوكي يا نهار اسود. كوكي 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 فوقي. يا الدورة جاتلك ولا ايه؟ ايه كل الدم ده؟ قومي قومي، تسلمي عليا. قومي قومي. تعالي بالراحة بالراحة بالراحة. ما قلنا تروح الدكتور. حول الله قوة الا بالله. تعرفي امشي، انت تعبانة والنبي خليهم في الفرح. طب انت ليه ما رحتيش الدكتور يا حبيبتي؟ رحت. قالك ايه؟ طلب مني اشعه وتحاليل اعملهم واوديهم له. ما تجيبيش سيره يا ليلى، خليهم فرحانين زي ما هم. الو خالد. ايه يا خالد؟ اخيرا اخيرا الحمد لله. وانت كمان وحشني قوي، ومريم وحشاني جدا. يا خالد انت فين؟ انا عند صفية، فاكر العنوان؟ رجعت لي من المدرسة وهي بتعيط، قالت لي انت بتكذب عليا يا بابي. مامي مش مسافرة، مامي في السجن، مامي وحشة. كان ممكن اروح المدرسه واطبقها على دماغهم، بس خلاص مبقاش لي لازمه. عزلتها على الناس كلها عشان ما اسمعش عنك اي حاجه وحشه. رحت المستشفى، العياده والبيت، كله في يوم واحد، حتى العربيات خدتها ورحنا نعيش في وسط ناس ما يعرفوش عننا اي حاجه. مريم بتحلم بيكي كل يوم الليل. بجد يا خالد؟ انا عايز اشوفها. بس كده الهانم في شرم الشيخ بقى لها يومين مع صاحبتها. وديني عندها يا خالد. وديكي ليها فين؟ بالراحة بس. احنا قالوا لي ان انت راجعة من السفر، وانا كمان يومين اول ما ترجع خدها ونطلع على المطار نستقبلك، وتكوني انت محضرة شنطة فيها شوية هدايا كده، ويبقى كل حاجة مشيت زي ما انا مرتب لها بالظبط. ممكن تكلمها في التليفون؟ ما تقلقش انا هسمع صوتها بس مش هتكلم خالص. الو. ايوه يا بابا. حبيبه قلب بابي، قولي لي اخبار البحر ايه؟ شرم الشيخ حلوه قوي يا بابا. كان نفسي تبقى معاكي. مش عارف ايه اللي حصل. مش عارف يلا يلا صح.
للأسف الإشاعات والتحاليل بتقول إن عندك ورم كبير على الرحم ويفضل استئصاله، وده هيبقى في مصلحتك. ما تقلقيش، ده هيتم بسرعة، ويفضل إن احنا نشيل الرحم كله. ده قضاء ربنا وإن شاء الله هتخف. حظك وحش سواء مع الأستاذ اللي اتجوزتيه أو مع الأساتذة اللي قابلتيهم بعد كده. يا بيرو، ممكن أي حد يوعدك بفرصة، لكن مفيش حد يقدر يوعدك لا بالنجاح ولا بالرزق. الاتنين دول مش في إيد أي حد، لا المخرج ولا المنتج، دي حاجة بتاعت ربنا. انتي ممكن تعملي كل حاجة حلوة ووحشة وما تبقيش نجمة، وممكن في لحظة تتفتح قدامك أبواب الجمهور وتبقي نجمة النجوم، والفلوس تنزل على دماغك زي المطر من غير حساب، وفي الآخر مش هيفضل لي غير احترامك لنفسك. بس أوعدك إن أديلك فرصة في الفيلم اللي جاي، فرصة في التمثيل مش في حاجة تانية، وعلى قد قدراتك في التمثيل مش في حاجة تانية. ده تليفوني اللي بيكلميني في شهر 5، وامشي بقى علشان صدعتيني وفركشت وعايز اروح. شكرا يا استاذ، ربنا يخليك يا استاذ. عكسها ساعات بيعمينا
الطمع وساعات بنرضى يا دوب نعيش. احنا الحياة لكن بتضعفنا الحياة وكتير بتكسر نفسنا مستقوين من كتر خوفنا من السنين عايش الندارف ضعفنا. احنا الحياة لكن بتضعفنا الحياة وكتير بتكسر نفسنا مستقوين من كتر خوفنا من السنين عايش الندارف ضعفنا. لا طولنا قوة ولا طولنا ضعف عايشين بنرقص عالسلالم كلنا. احنا اللي لو ساكنين في قصر يهمنا نسكن في حضن واحنا اللي ندفع عمرنا كله عشان حبة حنان. ممكن نبيع كل الحياة والدنيا لما نلاقي حد يخاف علينا ونبتدي نعرف معاه طعم الأمان. عايشين بنرقص عالسلالم كلنا. ووفق طلب الدفاع عن المتهمات تم تحويلهم للطب الشرعي الذي جاء في تقريره أن المتهمة أسماء رمضان عبده هي فتاة بكر رغم ادعاء أحد المضبوطين مباشرة علاقة كاملة معها. كذلك عدم إمكان معاشرة المتهمة أماني علي المرسي بسبب ظروفها الصحية إضافة لتأكد دخول مجموعة المقبوض عليهم من الرجال للعمارة معا بينما تم إنكار علاقة أي منهم بالآخر وهو ما يوحي بخلل في الاستدلال. حكمت المحكمة حضوريا في القضية 114 أداب ببراءة كل من صفية حسين عمران وليل جمال عبد العزيز وأماني علي المرسي وعبير السيد أحمد وولاء سعد مختار وكريم عبد الرحيم صالح وأسماء رمضان عبد. رفعت الجلسة. خرجنا من الحبس الحبس أكبر. حبس أكبر ليه؟ إحنا كلنا طلعنا براء. يعني اللي هيجيب سيرتنا هنسيبه يتكلم يا صفية. هنسيبه يتكلم وهنعمل نفسنا كمان مش سامعينه. إحنا خرجنا بتقرير الطب الشرعي براء. مين بقى اللي هيقراه؟ نزلنا من العمارة هنا ملفوفين بملايات معانا سبع رجالة. هتكذبي كل ده؟ عمري بعت لي وقال لي الحمد لله إن إحنا ما كتبناش الكتاب. أنا فضلت أحافظ على نفسي كل الفترة دي وبتخلي مستقضية النار. احنا كلنا توحلنا في الطين. كفارة ايه؟ مش عايز ندخل ولا ايه؟ امال لو ما كانش الواد موسى قال في التحقيق انه تالت مرة يجيلك
وان المره دي يوم ما دخل عليكي كنت ملفوفه بالبشكير وبترقصي قدام المرايه. انت عارف الكلام ده كله كذب. والطب الشرعي بقى مش شرعي. احنا اللي بينا كان ودي ما كانش شرعي. اللي بينا ما كانش ودي يا علاء. انا مراتك قدام ربنا. توكلي على الله. شوفي لك باب غيري وخبطي عليه. بقول لك على حاجه، روحي الواد موسى. موسى حلو. جالك مره وجالك اتنين وجالك تلاته، خلاص بقيتوا معرفه. قولك يا ابوي لا حول ولا قوة إلا بالله. ربك يسويها. يسويها كيف؟ دي اتنشرت في الجرانين يا مذكور يا ولدي. إن بعض الظن اسم، ولا أنت هتتلكك لها لابد ما اتجوزت ولد أبو دراع. نتلكك وإيه يا ابوي؟ ده عرضنا عرضنا. هسوي إيه أنا مال؟ ده أنا غرقاني في الروبة الراسي. وما تخافش هتجيني حية ومحدش هيمد يده عليها، لا ولد عم ولا خال، كل نفر أولى بلحمه. هتسوي ايه يا ولد الفجرية؟ حق الله وربنا يقوينا على الحق. وهو عرف منين ان الزفت اللي كان عندك اسمه موسى؟ ده احنا نفسنا ما نعرفش اسميهم من بعض. وهو عرف منين اصلا الكلام اللي قاله الزفت موسى ده في التحقيق؟ علاء يعرف اللي حتى البوليس ما يعرفوش. ده كأنه كان موجود معاهم وعارف اللي عملته في الحيوان اللي كان في الأوضة، وعارف كنت لابسة إيه قبل ما يتقبض عليا. طبعاً قال الكلام ده وهو مش واخد باله إنه محدش يعرف الكلام ده غيري أنا والحيوان ده. يبقى إحنا كده عرفنا حقنا عند مين. بس المرة دي بالدم يا علاء، والله العظيم بالدم. قومي افتحي الباب يا بيرو. مين حضرتك؟ أنا الدكتور خالد طليق مدام ليل. ايه ليلى عشان تعملي فينا كل ده؟ ما كفاكيش تقطيع في قلب البنت اللي ما بتحبش حد في الدنيا قدك؟ انا عملتلك ايه؟ انا سبت الدنيا كلها عشان خاطرك يا شيخ. ما حبيتش قبلك ولا هعرف احب بعدك. دعاره دعاره يا ليلى. دي المخدرات كترحم يا شيخ. اروح فين دلوقتي؟ اروح فين؟ البنت وسابت كل اللي تعرفهم عشان مش طايقه تستحمل كلمه تقطع في لحمها عنك، ودي كانت مخدرات. دلوقتي بقى هيقولوا لها ايه؟ يا شريفه انا ما عملتش حاجه. طول عمرك تعرفني. حرام عليك، اوعى تظلمني انت كمان. طب وحياه بنت المريه كفايه. وحياه بنت كفايه. المريه ما عملتش حاجه. ابعد عننا يا ليل، ابعدي على قد ما تقدري. كم لك والله العظيم بريئة. وحياة مريم بنتي بريئة ما عملتش حاجة. كم الله يسامحك يا شيخة. وحياة مريم ما عملت حاجة. وحياة مريم ما عملت حاجة يا خالد.
قوي يا مريم. تعالي في حضن ماما. مش هجيلك يا ماما، انت وحشه. ايه بتقولي كده يا مريم؟ انا بحبك قوي مريم. انا مش قادره اقوم، تعالي في حضني يا حبيبتي. كل اصحابي يقولوا عليك انك ست مش كويسه وبتعملي حاجات وحشه. ليه كده يا ماما؟ ليه؟ مصدقهمش، كذابين والله العظيم كلهم كذابين. ماما احسن واحده في الدنيا، انتي اغلى حاجه عند ماما. مريم تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضني. لا يا ماما مش هجيلك، انتي وحشه، ست مش كويسه. ليه يا ماما بتعملي كده معايا؟ مش هجيلك، مش هجيلك. مريم، مريم، مريم تعالي هنا، كلهم كذابين. ما صدقتش. مريم، مريم لازم انزل من الكلب اللي تحت ده. تنزلي فين؟ ده تعبانه، تنزلي تروحي فين؟ لازم انزله، لازم انزله. صفي يا سمسم، بيرو صلوا على النبي. يا اخوانا في ايه؟ اسمع يا زمان، انت احنا خلاص عرفنا ان انت اللي عملتها. حاجه واحده بس اللي عايز اعرفها، انت عملت كده ليه؟ انت كده كده ما عندكش اختيارات، ورقبتك اقل تمن على اللي عملته فينا، فاتكلم قبل ما تبطل تتكلم خالص. انت هتقطع لساني ولا ايه؟ اسمع انا، انت ايه يا اخي؟ شيطان، انت ما عندكش دم. وسختني ووسخت سمعتنا. اترحم على روحك يا انت، حتى الرحمه ما تقصي. وانا هتكلم بس بشرط، هنسى اسماء وولاء يسيبونا لوحدنا، وانا اقول لك على كل حاجه. دخلنا شغل التعابين. وماله؟ احنا واخدين على شغل التعابين وشاربين سمه من زمان. اطلعوا على فوق يا بنات، اطلعوا على فوق. ماشي، يلا يلا يا ولاء، يلا يلا. ها هما بيعملوا كده عشان خاطر اللي كان بيني وبينهم. انا جايز اكون غلطت معاهم، ما انكرش، بس يعني ما كانش في حد مضروب على ايده. وبعدين يعني ما انتوا ستات اهو، ما قربتلكوش، مع انكم يعني من غير مؤاخذه شد منهم بكتير. بكره هتعرفوا بالظبط مين اللي عملها، وتعرفوا مين اللي باعكم على حق. اقسم بالله يا علاء، لو ما عرفت بكره مين اللي عمل كده الحكومه خبص عليك. كنت هغزه بالسكينه في رقبته. كل اللي قاله تعالوا لي بكره وانا اقول لكم مين اللي ورا القبض عليكم. وصدقتوا؟ بكره مش بعيد، بس بعد اللي شافه منا النهارده اكيد هيخاف. المره الجايه هقتله بجد. ايوه بس انا السكينه بتاعتي وقعت عنده في المحل، تفتكري ممكن يستغلها ضدنا؟ طبعا ده وسخ. تعالي نجيبها. يا جماعه اهدوا شويه، ما ينفعش تحسسوه انكم خايفين من اي حاجه، لانه هيساومكم بيها. ده كلب، وبدل ما كان هو اللي مش عارف يعمل ايه عشان يسكتكم، هنبقى احنا اللي مش عارفين نعمل ايه عشان نسكته. طب وما قالكمش هو كان عايزكم لوحديكم ليه، وما كانش عايز نبقى موجودين معاكم؟ سامحيني يا بنت بوقي، سامحيني.
مع الضابط وعملت محضر اختفاء واتهمت اهلها. يعني ايه؟ خلاص البنت كده راحت مننا؟ بعد الشر يا ليل. ربنا يرجعك لبنتك بالسلامة يا أمان، وما يحرمهاش منك يا رب. فين الجثة؟ في الممر يا باشا. أكتر من طعنة بقالها حد. ده قتل غيظ ده. ظهر كده باشا. ده الهارد بتاع كاميرات المحل يا فندم. حرزه ووديه مكتب المباحث يتفرغ وبعدين نشوفه. الكوري ده بعد ما البحث الجنائي يرفع البصمات اللي عليه، خده وحرزه وقعدوا على مكتب المباحث. حلوة أوي الشنطة دي. باشا يلا بينا. احكي لي بقى، موتوا ليه؟ احنا كنا نتمنى نقتله بس ما قتلناهوش. يعني رحتوا له بسكين او صاعق عشان تلعبوا معاه؟ لا، عشان نعرف مين اللي زقوا علينا. وقال؟ مقالش. فقتلته؟ ما حصلش، والله العظيم ما عملت له حاجة. يبقى ليل؟ ولا أنا ولا ليل. إحنا طلعنا وسبناه صحي زي القرد. هو أنا ليه حاسك من أول التحقيقات إنك شمتانة؟ كل واحد ياخد اللي يستحقه، ربنا ما بيسيبش. كلهم قالوا العودة بتاع شبكتك. ده أكيد وقع مني لما كنت في المحل لما رحنا له. يعني السكينة اللي عليها بصمات إيدك دي جت إزاي؟ وأنتي ما مسكتهاش؟ معرفش. طب ليه كنت مخبية في أوضتك؟ والله العظيم أنا ما خبيت حاجة. السكينة وقعت من عبير في المحل عند علاء. بعد كده معرفش إيه اللي حصل. وبعد ما رجعتي من عند علاء؟ نمت. كنت تعبانة قوي، حطيت راسي على مخدة ونمت. قررنا نحن واحمد عادل رئيس نيابه قصر النيل احاله كل من ليل جمال عبد العزيز وعبير السيد احمد الى محكمه الجنايات متهمين بالاشتراك الجنائي في قتل المدعو علاء حسن القرش. وحيث ثبت بالدليل القاطع اشتراك المتهمتين الاولى والثانيه في قصد قتل المجني عليه واشتراكهما في الهجوم عليه وتعذيبه بصاعق كهربائي ثم قتله طعناً بالسلاح الأبيض حتى الموت، فقد قررنا الآتي: إحالة أوراق المتهمتين عبير السيد أحمد وليل جمال عبد العزيز إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي. Thank you.
سلمى عليك، اول حمام مغربي حريمي في وسط البلد، وصاحبته واحده ست. حمام مغربي وحريمي وفي وسط البلد؟ ومش اي حمام يا باشا، ده في شويه نسوان تحل من على حبل المشنقه. ماشي، هبقى اشوف الموضوع ده بنفسي. قلت لي بقى بتعرف الحمام دي اسمها ايه؟ كريم عبد الرحيم صالح يا باشا. كريم عبد الرحيم صالح، كريم عبد الرحيم صالح. حلو قوي كباب الكفته دول، جبتهم منين؟ يا سلام. كريم عبد الرحيم صالح. شغل كده. ده كلام جميل جدا. عايز تعمل فينا ايه اكتر من كده يا حضره الظابط؟ مش كفايه اللي خدتهم؟ ما بقاش فاضل حد، البنسيون خرب خلاص. ايوه كده. هو في ايه يا حضره الظابط؟ واخد معاك دي ورايح على فين؟ يا استاذ حضرتك رايح فين؟ يا استاذ حضرتك عايز مين؟ كريم عبد الرحيم صالح. يلا بينا بقى عشان نلحق نوقف نفيس حكم الاعدام، نلحق اصحابك الغلابه اللي كانوا هيموتوا بسببك ظلمه. وطبعا انت يا حلوه هتقولي لي على كل حاجه. انت عايز مني ايه؟ انا ما قتلتش، ما قتلتوش. يلا قولي لي بقى يا كريمة كل اللي حصل وبالتفصيل. كلمني صاحب السبا وقال لي انه في شخص مهم قوي هو عاوزني قبله وانه هيديني مبلغ كبير. رحت قابلته وكانت المفاجأة ان الشخص ده طلع علاء. اكتشفت انه هو يعرف عني كل حاجة، يعرف انا بروح فين وباجي منين وباخد كام. طلب مني طلب غريب قوي. 300,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ بس تسلمي نسوان البنسيون كلهم. يعني ايه؟ عايز تعمل لهم قضية؟ يا ستي قضية وهتعدي قضية في شنك، هيتلفوا بالملايات ويتزفوا وهم نازلين وانت هتاخدي 100,000 جنيه. مبلغ 100,000 جنيه ده مبلغ كبير قوي بالنسبة لي. حضرتك ما تعرفش أنا عملت إيه عشان أجمع المبلغ اللي قبل، ولا ممكن اعمل ايه واخد وقت قد ايه عشان اجمع مبلغ زي ده. طب وانت عايز تعمل فيهم كده ليه؟ مالكيش فيه مصلحة وانت هيطلع لك فيها 100,000 جنيه. وبقية الفلوس؟ بعد ما تتم العملية. هو اقنعني انه ان اي محامي شاطر هيقدر يطلعهم من القضية دي وانهم ممكن يطلعوا براء. كان يعني عن فضيحة. الناس بتنسى كل حاجة. يا بنات جبت لكم الصابون المغربي، قوموا يلا عشان اعمل لكم الحمام. يلا. سهيتهم كلهم وسبتهم في الأوض ملفوفين من البشاكير ورحت على باب سلم المطبخ عشان الرجالة يدخلوا منه. وتم شرعي المحكمة ورجعنا البنسيون بعد كده بفضيحة. فقعدت كده كام يوم ورجعت نزلت له الشقة أطلب منه بقية الفلوس، لكن الحمار افتكر إن هو ممكن ينصب عليا وما يدينيش بقية فلوسي. ما أعرفش أنا عملت إيه عشان أوصل للفلوس دي، ولا ممكن أعمل إيه عشان أخد الفلوس دي. طمع في 90,000 جنيه يعني؟ قال لك إيه؟ هجيب لك 15,000 كمان ودول من عندنا،
جدعانة يعني، بس لازم تبقى عارفة إن الراجل سكك على بقية المبلغ وأنا مش هدفع من جيبي يعني. ما تتفضلي بدل وقفة الباب دي، نشرح حاجة كده سريعة. ما بتخش شقة يا روح أمك، ولم نفسك كده وتعادل معايا بدل ما تديك بالقلم على خلقتك ألواحك. مستنيه منك تليفون تقولي لي اخد فلوسات. لا صايع، حاسس ان الشغلانه خلصت ومش هتقدري تقولي اي حاجه. صح، فضلت اغلي وما كنتش عارفه اعمل ايه. تاني يوم وانا راجعه البنسيون شفت حد بيديله شنطه، طلعت فوق البنسيون لقيت الستات بيحكوا على المشكله اللي حصلت ما بينهم وبين علاء، وعرفت ان بيرو نسيت السكينه بتاعتها عنده تحت، وعرفت انهم عاوزين يتخانقوا معايا. حسيت ان الموضوع كله هيعك والفلوس هتروح مني والمصلحه كلها هتضيع وكل اللي عملته راح. نزلت واتخانقت معاه وبعد كده حصل اللي حصل. لا يا كوكي، هتغنينا في دوكه ولا ايه؟ بالراحه بقى، هتيجي عند اهم حته وتجري. احكي لي بقى ازاي قتلتيه حته حته. خبطت عليه وفتح لي. منورة، نورت البيت ده، انا قاعد لوحدي. بقولك ايه يا علاء، انت كنت قلت لي ان الراجل صاحب المقاوله خلع يعني وما ادكش بقيت حقك، وانا جايه شفت حد كان بيديك فلوس، وتخلصني كده وتديني بقيت فلوسي وحقي، وانت يعني يخلص بالمصلحه دي على راحتك. فلوس ايه براح امك؟ وانا اللي فاكر الشو جايبك عشان نعطف ونلطف. نعطف ونلطف؟ نعطف ونلطف ده ايه يا رمه؟ انا جايه هنا عشان اخد بقيت حقي وفلوسي وبس. رمه ايه يا مرا يا شرشوحه يا شمال؟ امشي اطلعي بره بدل ما تيجي بالجزمه على دماغك. تدي مين بالجزمه يا ابن الجزمه؟ لا فوق، ده انا هقلعك مالطه قدام الحته كلها واخلي اللي مشتغل يتفرج عليه. حلو قوي الكلام ده، يا حلوه يا بتاعت الدعاره. وليه؟ افتح انا الباب واقول للناس يا ناس الهدف بقيت نفسها وبتتكلم. خدت السكينة بتاعت بيرو وقتلتيه بيها، وبعدين سحبته على المنور عشان الخبط، وبعديها نزلت على الشقة مسحت كل اثار الدم اللي كانت على الارض، ومسحت بصماتي من كل حتة، ومسحت بصمتي من على السكينة، وخدت السكينة وطلعت بيها عند ليلو عند بيرو عشان ابصمهم على السكينة وهما نايمين، وبعدين خدت السكينة وحطيتها تحت السرير عشان تتوهم منهم. خدت السكينة وحطيتها تحت السرير عشان تتوهم منهم. قولي لي بقى يا كريمة، مين الراجل اللي خد منه الفلوس؟ بعد رفض محكمة النقض الطعن على الإعدام ورحت زرت ليلو وميرو هناك، وليل طلبت مني إن أنا ادي سلسله لبنتها، وهناك كانت المفاجاه اللي عمري ما كنت اتوقعها. الراجل اللي كان بيسلم الشنطه لعلاء هو دكتور خالد جوز ليل. ياه، ايه سواد القلب اللي انت فيه ده؟ جالك قلب تبيع اصحابك بالسهوله دي وتلبسيهم قضية توديهم لحبل المشنقة؟ يا بي احنا غالبا ما نفهمش الكلام ده، لا لا يبيعوها وهي بيع جسمها، مش هيبقى صعب عليها تبيع صحابها. وعلشان ربنا ما بيرضاش بالظلم وبينصف الغلابة، ظهرت براءتنا، وفي التحقيقات اكتشفوا ان خالد اتفق مع الدكتورة الصيدلانية اللي كانت عندي في المستشفى عليا،
ودخلوني السجن. ولما خرجت اطالب ببنتي كانوا هيودوني لحبل المشنقه. الطمع هو اللي خلى خالد يعمل فيا كده، والطمع برضه هو اللي خلى كوكي تعمل فينا كده. بس كان لازم اسال خالد سؤال واحد. بعتني ليه؟ انا بعت نفسي اصلا لما فكرت اتجوز ممرضه. الممرضه دي اشترتك بعمرها كله. الممرضه اللي انت بتتكلم عليها هي ائتمنتك وامنت لك مستقبلك. اتدينت عشان تخلي منك بني ادم ودكتور محترم. هندستها ايه؟ دخلتها السجن، وصلتها لحد حبل المشنقه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اقول لك ايه؟ سيبيني في حالي، انا مش ناقص. مش ناقص؟ هو انت لسه شفت حاجه؟ ده انت هتشوف ايام سوده في السجن زي اللي ورا تاني ظلم. دي الحاجة الوحيدة اللي هتشفي الغليل والنار اللي جوايا. روح يا شيخ. إلهي ربنا ما يرحمك لا دنيا ولا آخرة. احنا نروح اي مكان فيه بحر وننزل بهدومنا، فاكرين؟ اه. ادي ربنا بعت لنا فيلا فيها حمام سباحه. عمتك يا رب حلوه قوي. هنستنى بقى الصيف. هي دي حكايتنا، بدات بسبع بنات وخدمت بسبع بنات. حكايه بنات بانسيون صفيه شيشه.